السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم حبيت نشارك معكم آلة البيولايت كاب ستوف، فهي عبارة عن جهاز للطهي وفي نفس الوقت ينتج طاقة لشحن الهاتف أو أي جهاز يشحن عن طريق USB. فهذه الآلة ستعجب محبي الخرجات وكل من يعاني من مشكل نفاذ البطاريات أثناء الخرجات. إذا نكتشفوا جميع هذه الآلة الجميلة. كما تشاهدوا هذا هو الغطاء ديالها، اكتشفوا ماذا يوجد داخلها. هذا كأس أو إناء، فهذا مثبت. فكما تشاهدوا الآن الآلة مكونة من قطعتين، جهاز الباور بانك أو مخزن للطاقة وموقد للنار، حيث نقوم بتثبيتها عليها بهذه الطريقة، يعني بواسطة الأرجل كما تشاهدوا حتى يثبت بشكل جيد. فهذا إناء لتسخين الماء حيث يوضع مباشرة عليها. أما القطعة الثانية اللي كتجي معاه فهي مشواة أو ما يسمى بالجريستوف. حيث توضع مباشرة على الآلة بهذه الطريقة كما كتشاهدوا. ومن هنا يوضع الحطب. أما بالنسبة لطريقة الشحن فهي كتشحن أي جهاز يعمل عن طريق كيبل USB. إذا انتقلوا التيست أو طريقة عمل الآلة، فما عليك سوى أن تقوم بملئها بالحطب ثم نقوم بإيقاد النار بهذه الطريقة. والجميل في هذه الآلة أنها تحتوي على مروحة تساعد على إيقاد النار بسرعة، يعني لا تحتاج للنفخ أو غير ذلك. فكما كتشاهدوا أن النار بدأت في الاشتعال، يعني بالصحة والراحة، فهي صراحة آلة جد رائعة. إذا انتقلوا التيست لشحن الهاتف، فكما كتشاهدوا أن الهاتف بدأ في الشحن. أما بالنسبة لتسخين الماء فهي كتسخن 1 لتر من الماء في 5 دقائق فقط. فكما كتلاحظوا أن الماء بدأ في الغليان. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، لا تنسوا تشجيعنا بالنقر على زر لايك والسبسكرايب حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسى متابعتنا على فيسبوك تويتر انستغرام وكذلك البانتوغيست ومشاهدة بقية الحلقات. إلى اللقاء.